السلام على اشرف المرسلين. احكي لهم حالي في الشهر رئيس جماعه مهاجر. سلموا لنا 7 ايام مره غاخ ديال فن المغرب كورونا قارسني ولا نقول لك الله اخاهم يسبع على ربي البلاء هذه شفاء الله تعالى قعيني الشمس وامدا المغرب اللي خضر المغرب. نتمنى ان شاء الله الله تعالى خير يسبع على منايا في اقرب الاجل ان شاء الله. تستغل لي المناسبه باش نوجه خرج النداء يوذان الى للجماعه النخ جماعه مهاجر نخ ديال قبيله بني يونس شكل المغرب بصفه عامه ماروني ديتسان قاسن قيم ديت الدهنوم قمنايا وتوجه الحاج عادي وغمنايا يجي الحاج تسواد. نتمنى ان شاء الله تقيم ديت الدهنوم ويتفغي اللون اللي غاتشاش من حاجه ثمن مع السخرة اللي خمناني ولا تكون مشكلة ما يسخر يحقوا هذا الدهنيز. حاولت ما يمكن تجنبت يوغان وكمون تبوي يوغان تبعد خيوغان تغيمة ديت الدهنوم تجنبت قاعمي ديت يعني التاسين يوغان حافظت الصحة نوم حاولت ما يمكن كروما سيتي فاس نوم الصابون باش تجنب المرضى المغرب الدولة النخ عاود يدي في الشقة الحمد لله ذي نحن نبداو شعار ولا يتشاب الجماعة النخ كذا ذي تعاود ولا شاب خاضر شوين يعني يمكن وثن ديو ذن زبارة ولكن الحمد لله عاد ذني تبود يبين وش حاجة نتمنى إن شاء الله هو غاه دي تبين شاب شن حاجة مو الجماعة نخوينا تشين أخضر الإشارة المسؤولين سواء السلطة نخ السلطة الإقليمية بصفة عامة تقن الواجب نسن كتازيج الواجب نسن سمو نسبة يتوجه أخي الشركة القائد قبيلة بنون الشك رئيس الدارك الملكي لجودان القاع يخدم لي كيس الموظفين تقن زعما يجن مجهود كتازيج اللازم. نتمنى يسن التوفيق في منايا ونشكاري في نيابة عن ساكنة جماعة مهاجر ونتمنى إن شاء الله كل شيء يعدو مليح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.